رغم ذلك تابعتم الماتش البارح، خسروا 2-1 وين؟ في الجزائر العاصمة، في ملعب نيلسون مانديلا. أمام من؟ أمام لاغيني، بلد صغير، بلد غير معروف بأي شهرة رياضية أو فوتبول، ما كانش، لكن هزموا 2-1، مع انهم قال لك وهم جابوا هذاك مش عارف المدرب وكانوا داروا حولوا لما كانوا جعلوا حياة جمال بالماضي جحيم. قال لك خلاص راه جا البديل وعندنا المانجر جدد وتشوفوا مانيش عارف. فاذا نظن هذا اول ماتش، هزيمة منكرة. طبعا في الستاد كان هناك حزن كبير وسب وشتم وغضب تاع الشباب هذوك المساكن. يعني الشباب الجزائري ما عندوش وش يدير، فاتحين له الفوتبول الفاسد وفاتحين له المخدرات، مش موجود مخدرات، الخمور، فساد، فمساكن الشباب الجزائري حبس، البلاد تحولت الى سجن كبير ما فيها ولو إلا اللي عندهم الدراهم. كاين بعض الأماكن هكذا يعني، وحتى هذيك الأماكن لازم لك تكون مصحاب الدراهم ومصحاب المعرفة ومصحاب اللي عندهم شكون يحميك وأشياء كثيرة جدا. فكانت هزيمة منكرة، مما طبعا العصابة استخدمت دائما الفوتبول هذا باش تزيد تنوم. الأغلبية من الشعب الجزائري الآن راه يعرف، الناس كي تشوف واش صرا في استاد الحملاوي ولا واش صرا في عنابة قبل أسابيع ولا قبل شهرين ولا واش صرا قبل أيام ولا في قسنطينة وفي العاصمة، يعرفوا باللي لم يعد هناك فوتبول ولم يعد هناك، بل هناك كثير من الجزائريين الآن يطالبوا عن حق. وقفوا علينا هذا المهزلة، هذا فساد مالي، فساد أخلاقي، تدمير، تكسر وراكم تشوفوا مرات انتم تكسر الاستاد الملاعب، راهم يكسروا الارزاق نتاع الناس، يكسروا السيارات نتاع الناس، يكسروا. وماهيش دائما قال فقط مناصرين غاضبين ولا لا، مرات راه يتحركهم جهات، وهذا معروف وكاين حتى شهادات. ماذا الاستمرار؟ في الحقيقة هم يريدون أن يطيلوا عمر التنويم، تبقى دائما دايخ. وهذاك الشاب اللي عمره 14 سنة إلى 30 سنة، كاين مرات أنا استغربت، كاين ناس عمرهم 50 سنة راه مازال يجيروا الفوتبول وماهوش متزوج وما عندوش ومسكين باش يدبر يشري ساندويتش تلقى حاصل تحير. لكن الناس ما وكأنهم حطوهم فيه، لكن هذا سحر راه ينتهي تاع الفوتبول. لأن مش فقط الفوتبول الداخلي تكسر نهائيا وأصبح خطر على البلاد وخطر على الناس وخطر على الأفراد، ولكن حتى الفريق الوطني تكسر. وهذا من جهة أخرى مليح، لأن باش ما يكونش التنويم هذاك تنويم. لكن الشباب الجزائري في الحقيقة، الشباب الجزائري هاهي حقيقة الشباب الجزائري. أو قبل ما نروحوا للشباب الجزائري، شوف الجماهير واش كانت تقول بعد الهزيمة هذه المنكرة. كانوا ينادوا باسم جمال بالماضي، والتصفار إلى آخره، لكن كانوا ينادوا باسم جمال بالماضي، كان واضح. شباب جزائري ها واش يريد؟ يريد الماء، البيوت في الجزائر يريدون الماء، أو ماء أصفر فاسد يعقلهم فيه. جايبين لهم ماء اصفر والموتور، تقول راك في بلاد في حرب. شوف لحظة وصول حراقة من مستغانم قبل أيام إلى إسبانيا، شوف ذيك الفرحة. شوف
فرحة عارمة خروجه من مستغانم. هاو الشباب الجزائري فرحة عارمة، كان ممكن يموتوا في الطريق للأسف، لكن مع ذلك الحمد لله وما زال كاين شباب جزائري مثل إخوانكم هؤلاء في مونريال. إسبانيا كومبليسي سيستيما الخيرينو أساسينو إسبانيا كومبليسي. عبد الله تورسو. السلام عليكم، اليوم الجمعة 7 جوان 2024 أمام سفارة إسبانيا بأوتاوا. عبد الله تورسو إسبانيا كومبليسي ديما تورتورتو إسبانيا كومبليسي لعلامي تورتورتو إسبانيا كومبليسي رفيجاتو ستورتورتو إسبانيا كومبليسي. كانوا يتظاهرون أمام سفارة إسبانيا في أوتاوا، في حي الله أحرار الجزائر في كندا، سواء كانوا في مونريال أو في أوتاوا أو في مدن أخرى.